أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ، أصحاب المعالي الوزراء، أصحاب السعادة السفراء، السيدات والسادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم بداية بخالص الشكر والتقدير للتجمع الثقافي الإسلامي على تنظيم هذا المؤتمر السنوي بعنوان الأخلاق المحمدية وأثرها في نشر قيم السلم والأخاء بين الشعوب والأمم، برعاية فخامة الرئيس السيد محمد بن الشيخ الغزواني رئيس جمهورية موريتانيا حفظه الله ورعاه. كما تقدم بالتحية والاحترام والتقدير للعلامة الدكتور محمد الحافظ النحوي رئيس التجمع الثقافي الإسلامي على ما يبذله من جهد مقدر في مجال نشر قيم الإسلام السمحة. الحضور الكريم، أنقل لحضراتكم جميعاً تحيات المجلس العالمي للتسامح والسلام، داعين الله عز وجل أن يوفقكم لما فيه خير السلام لشعوبنا وللمسلمين وللعالم أجمع. لقد جئنا إليكم من أقصى شرق الأمة العربية إلى أقصى غربها لنؤكد على وحدة الصف العربي، ولنشد على أيديكم في مبادراتكم المتميزة في نشر الصور الصحيحة للدين الإسلامي الحنيف، ولننهل مما لديكم من علم وثقافة. كما ننقل لكم رسالة حب من أرض الإمارات التي أخذت من التسامح نهجاً لسياستها الداخلية والخارجية منذ أن أسسها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد رحمه الله، وخلفه أبناؤه ليستكملوا نهجها الحكيم، وأنشأت الإمارات أول وزارة للتسامح في العالم كما سمت عام 2019 عاماً للتسامح. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، الحضور الكريم، إن أخطر الآفات التي تعانيها العديد من المجتمعات اليوم هي انتشار ظواهر التطرف والبعد عن الوسطية والتسامح كصفات إنسانية أمرنا بها المولى عز وجل في كتابه الكريم ورسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالسيرة النبوية العطرة زاخرة بالعديد من المآثر التي تبرز سماحة نبينا عليه الصلاة والسلام تجاه كل من تعامل معه سواء من المسلمين أو من غيرهم. ولا يخفى عليكم جميعاً مواقفه عليه الصلاة والسلام، ومنها موقفه من أهل الطائف الذين كذبوه وآذوه أشد أذية، فأرسل الله له ملك الجبال ليأمره بما يشاء فيهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا. وزيارته عليه الصلاة والسلام للغلام اليهودي حين مرض، وموقفه عليه الصلاة والسلام من أهل مكة عندما دخلها فاتحاً وأمن أهلها. وإن كان مفهوم التسامح اليوم يتفرع العديد من المعاني، منها التسامح الديني والتسامح الثقافي والتسامح السياسي والتسامح الاجتماعي، وهي معاني متنوعة تسعى لنشر قيم التسامح بين البشر في مختلف مناحي الحياة، فلعل التسامح الديني هو المعنى الأشمل والأعم لمفهوم التسامح. فالتسامح وفقاً للمفهوم الديني يشمل معنيين، أما المعنى الأول للتسامح الديني فهو التعايش بين الأديان وحرية ممارسة الشعائر الدينية مع التخلي عن التعصب تجاه الآخرين وعدم التمييز بين البشر على أساس دينهم أو معتقداتهم. وأما المعنى الواسع للتسامح الديني فيمكننا استخلاصه من منطلق أن ديننا الحنيف قد نظم علاقة المسلم بربه كما نظم علاقته بغيره من البشر سواء من المسلمين أو من غير المسلمين في كل مناحي الحياة، حيث أمرنا الله عز وجل في سورة الكافرون يقول عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، لكم دينكم ولي دين، صدق الله العظيم. ونهى الله عز وجل عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ففي سورة العنكبوت يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. والتسامح في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم يحمل بين طياته إيماناً كاملاً،
بإرادة المولى عز وجل في اختلاف خلقه. فالمولى عز وجل يقول في سورة هود: بسم الله الرحمن الرحيم، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالوا مختلفين. صدق الله العظيم. فاختلاف البشر حكمة من حكم الخالق، وقد أمرنا المولى عز وجل بأن نتعارف ونتعايش في ظل هذا الاختلاف. وفي سورة الحجرات يقول المولى عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإذا كان الاختلاف البشر حكمة من حكم الخالق عز وجل، فإن هذا الاختلاف يجب أن لا يكون سببا للصراع والتناحر فيما بينهم، بل يجب أن يكون سبيلا لإثراء العيش المشترك وإثراء قيم التسامح. وعلى الرغم من أن التسامح هو أحد صفات نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو ما يجعل منه صفة يجب أن يتحلى بها كل مسلم، نجد المتشددين من أتباع الجماعات المتطرفة يغفلون الكثير من هذه المعاني، مما أظهر ديننا الحنيف بغير حقيقته، حيث عانى ديننا الحنيف على مدار العقود الأخيرة من تنامي الأفكار المتشددة التي غرسها منظمو الجماعات الإرهابية والجهادية المتطرفة والطائفية، وهي أفكار يتحايل بها قادة تلك الجماعات لتبرير مخالفاتهم لقوانين الدول للمضللين من جمهورهم. وللأسف إن هذه الجماعات تغافلت عن الكثير من جوانب السماحة في سيرة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفسرت أحكام الشريعة بطريقة تحقق مآربهم السياسية وتخدم توجهاتهم المتطرفة بما يتعارض مع سماحة الإسلام ووسطيته. وهو ما يجعل علينا واجباً تصحيح هذه الصورة الذهنية للإسلام والمسلمين، والسبيل الأمثل لتصحيح هذه الصورة هو إبراز الأخلاق المحمدية وأثرها في نشر قيم السلم والإخاء بين الشعوب والأمم، وهو ما يسعى إليه إلى تحقيقه هذا المؤتمر. وانطلاقاً من فهمنا في المجلس العالمي للتسامح والسلام لأهمية البعد الديني في حياة الشعوب، فإننا نسعى إلى تعزيز علاقاتنا بمختلف المؤسسات الدينية في العالم، وذلك إيماناً بأهمية دور رجال الدين في العمل على تصحيح المفاهيم الدينية لأبناء مجتمعاتهم، لإعادتهم إلى تعاليم الدين القويم لمواجهة التطرف والتعصب الأعمى بكل أشكاله. وفي ختام كلمتي أدعو الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير لشعوبنا وللمسلمين.